حبيبي جدا، مش عايز يعني مش عايز اخره، لان حبيبي جدا وحشني جدا النجم هشام حنفي. رحب بيك حبيبي كابتن هشام، رحب بيك وحشنا جدا والله. مع ان انا زعلان منه بس عشان خاطرك يا رضا. معلش معلش حبيبي اتش، لا ده اتش ما يزعلش حد، يزعل من هشام حنفي انا ورا ابيض. نجم مصر ونجم الاهلي كابتن هشام حنفي، اهلا وسهلا بيك يا كابتن. حبيبي يا كابتن نيدو، حبيبي يا كابتن رضا، اخبارك ايه؟ طمنا كده عليك، الجميل الاهلاويه اكيد بتحب نجومها وعايزه تطمن على كابتن هشام حنفي. انت معاك النجم الكبير رضا شحاته، يعني هقدر اتكلم؟ لا يا كابتن يا نهار ابيض، اخبار اسكندريه ايه يا كابتن؟ الحمد لله كويس تمام. انت عامل ايه يا ميدو؟ ما بتسالش عليا. انا معلش انا معلش انا مقصر، انا مقصر. طيب صح. لا والله يا حبيبي كل سنه وانت طيب يا كابتن هشام، ودايما مطمنين عليك كده. طمنا عليك بقى، طمنا عليك. الحمد لله انا موجود في اللجنه الفنيه مع كابتن علاء مرغوب وكابتن محمود صالح، دلوقتي اضافه كبيره جدا معانا كمان في اللجنه، وكابتن حمدي ابو راضي وكابتن ناجي خليل. تمام تمام، يا رب ربنا معاك وان شاء الله تكون عند حسن ظن الجميع يا كابتن هشام. عارف ان الاهلي مش عايز، طبعا انت يعني ابن وابن مخلص قوي كمان للنادي الاهلي، وعارفين ان كل الناس دلوقتي بتبص للنادي الاهلي، لكن النادي الاهلي دايما، كنت بتكلم مع عرض النادي الاهلي دايما عند حسن ظن الجميع يا كابتن هشام. دايما يا كابتن ميدو انت عارف، ولعبت ومريت بالظروف دي كلها. النادي الاهلي مهما بيمر بازمه او بظروف، لكن في النهايه بيبقى فيه هدف، الهدف اللي هو انك توصل للبطوله. اكيد ودايما كل الناس بتتكاتف على اساس ان مصلحه النادي الاهلي. شفت الماتش ازاي امبارح يا كابتن هشام؟ انا شايف انها بدايه مش وحشه، بدايه كويسه للنادي الاهلي في قياده جديده. طبعا بعد موسم يعني انت مريح بقالك كتير، ودي بدايه مبشره للفتره اللي جايه. عاجبني شخصيه الراجل في الملعب، ذوقه تمام، عنده سرعات انفعالي كويس جدا على الخط، بيعرف يتعامل مع اللعيبه بشكل كويس. هو اصلا مدرب كويس، يعني هو في الاساس مدرب كويس، فانا عجبني. الدنيا اتاخرت شويه معانا في الاهداف، لكن بتحس ان النادي الاهلي جاي، يعني عنده شكل من بعد الدقيقه 30، عنده شكل جاي هيوصل للجون، يقدر يكسب اكتر من خمسه، وده اللي حصل. يعني الجون الاولاني فتح الجيم اكتر، اللعيبه عندها ثقه اكتر. في تحرر في الاداء يا ميدو، اكيد يعني انا اكيد في تحرر كان واضح قوي على اللعيبه. ان شاء الله مع الوقت اعتقد ان فريق النادي الاهلي هيبقى في حته ثانيه وهيبقى في اداء ثاني ان شاء الله. يا رب يا هشام يا رب. طب شفت تاون شيب رولز ازاي يا كابتن هشام؟ ليه؟ شفت فريق تاون شيب البتسواني ازاي؟ هو عارف مدرب تصريحاته قال لك انا بلعب اقوى فريق في افريقيا. ممكن ما بقاش في الحاله الفنيه العاليه عشان هو جاي من توقف ولعيبه جديده ولعيبه مقيده ولعيبه لسه مش مقيده، لكن انت بتلعب اقوى فريق في افريقيا. يعني عامل له حساب. فهو كان مقفل على النادي الاهلي الجيم لغايه لما النادي الاهلي عرف يوصل ويجيب هدف. الهدف الاولاني خلاص ادى زي ما قلت لك يعني تحرر لعيبه النادي الاهلي، بقى انت بتوصل بشكل كتير، توصل كتير على المرمى، بتضيع فرص بشكل كبير. هم عندهم يعني ايه؟ يعني حرص زياده. وفي نفس الوقت كان بيحاول يعني بيهاجم هجمات عشوائيه. ممكن تعرف الهجمات العشوائيه دي يا ميدو، تعرف لو رضا عارف طبعا ممكن بتيجي باي، يعني ممكن تيجي طبعا واحده حد ممكن يوصل كده عند المرمى بالظبط. يعني انا عجبني حسام عاشور جدا امبارح في الكوره، كان 1-0 وفي لعيبه 10 اطلع من ناحيه اليمين من ورا علي معلول ورايح انفراد عايز يلعبها بالعرض بالظبط، حسام عاشور قاطعها بالظبط مناسب. يعني فهو ده بيوريك ان لعيبتنا احنا الحمد لله واقف على رجليها كويس، وفي نفس الوقت هو بيروح بشكل كده يعني ايه يعني مستمر، بيروح كده على فترات يعني. تفتكر انا شايف ان هناك هيبقى الجيم اسهل بالنسبه لنا. كنت هسالك السؤال ده، اتفضل. يعني انت قريت على طول يا ميدو، يعني انا شايف ان هناك احنا اسهل لنا، الاجواء اللي هتبقى فيها انت هتبقى عندك ان شاء الله يعني تحمل مسؤوليه اقوى من هنا. انت النهارده عايز تفتح الجيم في مصر عشان تكسب، ولازم تكسب بشكل كويس، والظروف تخدمك الناحيه الثانيه. يا رب. انت راجل كسب امبارح فرق، يعني ده فرق معاك جدا، بقى 7 انت بقيت 4 اكيد 3 فده فرق معاك جدا، غير لما يكون كمباله اللي كسبان. اكيد 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 طبعا هتفرق بشكل كبير. احنا عايزين تاون شيب وكمباله نخلص عليهم خالص. طبعا بالظبط بالظبط. فانا النهارده لا، انا النهارده رايح، هو هيبقى بيلعب عايز يكسب، لان هو بالنسبه له المكسب هيبقى 6 بوينت. لا أكيد. النادي الاهلي عنده تحمل مسؤوليه كويس، النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي بيعرف يعني يقفل الجيم ويقدر يتحكم في رتم المباراه خارج الملعب،
يقدر يلعب معاهم كويس قوي هناك. عجبني كمان الكولوبالي، يعني الراجل كان عنده جرأة ان هو يبدا بيه. لسه كنا بنتكلم في الكلام ده والله دلوقتي انا ورضا، والله انا في العربيه فيعني انا عارف انا قلت بص يا كابتن، انا قلت كل المحبين النادي الاهلي هيتكلموا نفس الكلام، واحد في الفتره بالزبط. دي بالظبط. طبعا مريضه عندك طبعا اكيد هيتكلم في نفس النقطه وانت بتتكلم في نفس النقطه. ان انت لامس الموضوع ولاعب في الموضوع عارف، يعني انت لعبت في الظروف دي يا ميدو ورضا عارف الكلام بالزبط. ده فدي ظروف اللي هي الاولانيه يا رضا، يعني صح كده، بدايه موسم بالظبط بالظبط. فان شاء الله يبقى الخير كله جاي ان شاء الله. النادي الاهلي والنادي الاهلي كبير زي ما انت عارف، بس المنافسه السنه دي قويه شويه، يعني لازم النادي الاهلي يبقى عامل حسابه واللعيبه والجهاز الفني ان المنافسه قويه السنه دي. يعني يا كابتن هشام اكيد يعني ادخل بقى في شغلك الفني مع اللجنه الفنيه اللي في النادي الاهلي، المواهب الشابه اللي حضراتكم ضمتوها النادي الاهلي مستقبلها مع النادي الاهلي، وامتى ممكن نشوفهم كنجوم من نجوم الكبار للفريق الاول؟ بص هو في مفاجات كتير، يعني والله احنا الحمد لله كابتن علاء ايوب عامل دور كبير جدا معانا، والنادي بص انا بيعجبني حاجه يا ميدو، ان الاداره استمرت على اللجنه الفنيه. يعني احنا كنا من السنه اللي فاتت مع المهندس محمود طاهر، ولما جه الكابتن خطيب بثقه جامده، طبعا كابتن خطيب تعرف لعيب كوره كبير ونجم، عارف الفنيات، قال لك لا انا هستمر على اللجنه عشان اللجنه دي قايمه وبتجيب لعيبه للنادي شغلها مهم. فده اللي ادانا باور ان احنا بنشتغل. فكابتن علاء بقى بيجتهد هنا وهنا وهنا، وطبعا معانا اضافه كبيره زي ما قلت لك كابتن محمود صالح، فكلنا بنجتهد. انا عايز اقول لك ان في اثنين لعيبه ان شاء الله باذن الله هيكون اضافه قويه للنادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله. جميل قوي جميل قوي جميل قوي. تحت السن يعني حاجه جامده وحاجه مفاجاه للنادي الاهلي ان شاء الله، بس النادي الاهلي يسعى ان يخلص الموضوع. تمام يلا، بس اول ما تخلصهم لازم تقول لنا على طول يا كابتن هشام. ان شاء الله اكيد انا مش هقول لك اسمائهم طبعا دلوقتي بالظبط بس اول ما تخلصهم قول لنا. لازم تقول لنا على طول علشان يبقى عندنا قويه عليهم. انت عارف ان قطاع ناشئين يعني كل الناس بتدور على لعيبه كويسه، والعلاقات دلوقتي انت عارف الايجنت او الصفقات دلوقتي بقى كتير اللي هو كتير ففي تسويق كتير، لكن احنا ان شاء الله بعيننا الحمد لله. انا لسه النهارده بتكلم كابتن علاء ايوب في الموضوع وهو متابع، قلت له خلي بالك فهنسعى من بكره في الموضوع ان شاء الله. يلا ربنا معاك وربنا معاك يا كابتن هشام، وان شاء الله اشوفك قريب ودايما كده موفق ودايما رافع راسنا كلنا كابتن هشام حنفي. ربنا يخليك يا ميدو، الاهلاوي الجميل دايما في مداخلات كده ان شاء الله، وبتعد وجودك انت ورضا دايما على شاشه الاهلي. يا رب ربنا يخليك كابتن هشام حنفي النجم الاهلاوي، شكرا جدا ليك.